بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع الجديد الذي سنتحدث فيه عن جداول الأوقات، بطبيعة تعرفوا اللي جداول الأوقات إلى حد الآن اللي هو اليوم لحد 9 سبتمبر، والجداول مازالت ما وصلتش لأغلبية التلامذة. هذا شيء أكيد، بما أنه أغلبية التلامذة ما نجمتش ترسم من نهار 12 سبتمبر من نهار 29 أوت لليوم، فما برشا تلامذة ما نجمتش ترسم، ولا كان ضغط كبير على الموقف. فما بالكم فيما يخص بجداول الأوقات اللي باش تتبعث عن طريق لسماس. هذا شيء أول. شيء ثاني، علمت قبيلة شوية أنه برشا تلامذة وصل لهم الأقسام متاعهم، وصلت لهم الجداول عن طريق رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول. ومعلومة أخرى حبيت نفيدكم بها هي أنك تنجم تاخذ الجدول متاعك من خلال الموقع، موقع اللي خصصته الوزارة للجداول هذه emploi.cntu.tn، اللي قامت وزارة التربية بإعادة هيكلته وحطت فيه الجداول. بالطبيعة فما برشا الجداول مش باش تكون موجودة، وهذا على خاطر أنه المديرين متى المؤسسات التربوية مازالوا ما حملوش الجداول هذه، يعني لازم شوية صبر. الجداول تبدأ تتبعث على الهواتف المحمولة بداية من يوم 8 سبتمبر اللي تعدى، يعني البارح، وصولا إلى 14 سبتمبر. اللي ما يسجلش من هنا لنهار 12 سبتمبر اللي هو نهار الثلاثة، راهو ما عادش عنده الحق باش يسجل، وممكن أنه يتحرم من الدراسة هذه السنة. يعني حاولوا أنكم تشوفوا حلول للترسيم للي ما نجمش يرسم، وإلا تعملوا ضغط على الوزارة من أجل أنها تبدد لكم فترات التسجيل. في المقطع هذا باش نوريكم كيفاش تتحصل على جدول عن طريق موقع الويب، تابعوني. اذا في البدايه ندخل للرابط التالي، ندخل للرابط هذا emploi.cntu.tn. الكل علمنا انه الموقع هذا تمت القرصنه نتاعو، لكن حاليا وزاره التربيه استرجعته والعمل به بدا. ندخل لفضاء الخاص بتلاميذ المعاهد العموميه. بالطبيعه انت جاتك الجواب ولا جاك مساج فيه القسم نتاعك. ندخل نختار المندوبيه الجهويه نتاعي اللي انا موجود فيها. باش نختاروا على سبيل المثال تونس 2 المؤسسه التربويه، باش نختاروا على سبيل المثال الامام مسلم المنزه معهد، او نختاروا مدرسه اعداديه لانه نختاروا الموقع الجميل هذه بالمنزه. نختاروا المستوى اللي هو مثلا ثامنة أساسي. شوف الأقسام ثامنة أساسي واحد إلى خمسة، اخترنا ثامنة أساسي واحد. معاينة جدول الأوقات، معاينة جدول الأوقات. نستناو شوية وباش يخرج لنا الجدول كيف من هكا. على سبيل المثال مؤسسة مدرسة الإعدادية الموقع الجميل بالمنزة ثامنة أساسي واحد، شوفوا التاريخ، المواد اللي باش يقراوها، القاعات موجودة، وإمضاء المدير فلان الفلتاني. هذا على سبيل المثال الجدول الأول. مثلا نمشيو نرجعوا للفضاء هذايا ونشوفوا مندوبية أخرى. نشوفوا على سبيل المثال بنزرت، نختاروا المؤسسة التربوية، باش نختاروا على سبيل المثال معهد رأس الجبل. نشوفوا معهد رأس الجبل، من بعد نشوفوا المستوى الدراسي. شوف شنو ظهر لي، ما ظهر ليش حتى مستوى دراسي. طيب ظهر لنا مستوى دراسي، شنو نختاروا الأولى ثانوي. الأولى ثانوي هل أنه باش يظهروا لنا الأقسام ولا لا؟ ما ظهر لناش حتى قسم لهنا. يعني فما إشكالية شنو؟ أنه مدير المعهد ولا إدارة المعهد مازالت ما قامتش بتنزيل جداول الأوقات على الموقع هذا، مازالوا ما هبطوش الجداول. معاينة جدول الأوقات بطبيعة باش يظهر لي جدول غير متوفر. لهنا بطبيعة أنت لازمك تشوف المؤسسة التربوية متاعك هل أنها هبطت الجدول وإلا ما هبطتوش. تستنى كما قلنا اس ام اس يخلط لك فيه القسم متاعك، وبعد تشوف والجدول متاعك إذا وصل لك على ميساج في الهاتف. ما كانش تدخل الموقع هذا بما أنك تعرف القسم متاعك شنو، تدخل الموقع هذا كما وريتكم، تختار المندوبية، تختار القسم، المؤسسة التربوية متاعك، المستوى الدراسي والمعهد أو القسم متاعك. بعد بطبيعة معاينة جدول الأوقات كما قلت، فما مؤسسات تربويه صبت الجداول نتاعها لهنا. بالطبيعه نجم نقولوا احنا الكرياتيف سوسايتي، هذو مؤسسات نجم نقولوا الخدامه، هي اللي
عملت الجدول نتاعها وصبتهم، وربما المؤسسات الاخرى عندها بعض التعطيلات اللي ما سمحت لهاش انها باش تنزل الجداول نتاعها على الموقع هذا. مشكورين على حسن المتابعه، بطبيعه ديما نذكركم بالاشتراك بالقناه، نشر الفيديو، واذا تستحقوني في اي حاجه فيما يتعلق باللغه العربيه، شرح النص، تفسير نصوص، لغه، بلاغه، والا انتاج كتابي، والا انشاء، والا اي حاجه متعلقه باللغه العربيه تحبوا باش تعرفوها، ولا تحبوا نعاونكم فيها، تكتبوا لي تعليق اسفل هذا الفيديو، ولا تتواصلوا معي على الفيسبوك احمد لطيف، الفيسبوك متاعي تتواصلوا عليه، ترسلوا لي رساله خاصه. السلام عليكم وشكرا لكم.